مساء الخير لكي تابعونا في بداية حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب يوم جديد وأيضا استضافات جديدة بإذن الله تنال على إعجابكم. خلونا نشوفها في أبرز العناوين اليوم. اليوم في ساعة شباب، شباب يؤسسون منصة لنشر ثقافة المهارات، شاب يوثق رحلته مع التكميم لمساعدة الآخرين، مشورة مبادرة لتعليم أساليب البحث العلمي، وفي الأخبار أبل تفتتح أول متجر عائم لها. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. الله الله الله، صراحة الفقرات اليوم راح تكون بإذن الله ممتعة جدا، ونبدأها في جولتنا في عالم تويتر وأبرز التغريدات لليوم. أول تغريدة معنا من حساب الأستاذ عبدو خال، كتب وعبر: قلب يحيي قلبا. عام 1979 كان هذا المقطع من افتح يا سمسم، غنى فيه الفنان العراقي سامي قفطان مع أطفال منهم تلك التي ترتدي الفستان الأحمر، وبعد 41 عام أصيبت في بالجلطة، فما كان من نفس الفنان الوفي إلا أن ذهب ليواسيها ويساعدها على المشي في هذا المشهد المؤثر. خلونا نتابع سوا هذا المقطع ولنا عودة. أطفالنا سيروا سيروا نغدو إلى النهر الجميل، أطفالنا سيروا سيروا نغدو إلى النهر الجميل، أحبابنا سيروا سيروا نغدو إلى النهر الجميل، أحبابنا سيروا سيروا نغدو إلى النهر الجميل. يا رب إن ضاقت قلوب الناس عن صراحة يعني ما في أي كلام ممكن نقوله بعد هذا الفيديو الجميل جدا، والذي يعبر عن أجمل صور الوفاء بعد لقاء منقطع دام ل 41 سنة. كانت زيارة جميلة جدا وزيارة داعمة ومشجعة من الفنان العراقي سامي قفطان، وأكيد نتمنى الصحة والعافية لهذه السيدة، ودوام الصحة والعافية أكيد للفنان سامي قفطان. إلى التغريدة الثانية من حساب البندري اليماني، خلونا نشوف إيش قالت معنا عبر تويتر: صاحب هذا المطعم حقق الخصوصية والإبداع وفن استغلال المساحات. لما نطلق مشروعنا الخاص قبل ما نفكر في الخدمة والمنتج والشعار، هل فكرنا بالميزة؟ صراحة يعني أنا يا بندري أتفق معاك 100%، فعلا في بعض التفاصيل والمميزات اللي لازم الواحد يفكر فيها قبل التصميم وقبل الشعار. يعني لو تلاحظوا معانا تصميم هذا المطعم اللي شفناه، واضح أنه كانت مساحة صغيرة جدا، ولكن صاحب المطعم تميز باستخدام هذه المساحات، وأيضا حقق خصوصية للعملاء اللي ممكن يجوا يزوروا هذا المطعم، وفكرة جميلة وغريبة وأول مرة نشوفها. فدائما فكروا بالابتكار والتميز قبل ما تفكروا بالمنتج أو الشعار. إلى التغريدة الثالثة من حساب الأستاذ عبد الرحمن الراشد: حتى لو كنت كريستيانو رونالدو. أتوقع راح نشوف مع بعض هذا التعليق من الأستاذ عبد الرحمن في محله. الصراحة شايفين لاحظنا في هذا الفيديو كريستيانو قاعد ومو لابس أي كمامة، فجات واحدة من المسؤولين عن تطبيق الإجراءات الاحترازية وطالبتها بلبس الكمامة.
يعني مو شرط ابدا، حتى لو كنت كريستيانو رونالدو لازم تلبس كمامه ولازم تلتزم بالنظام والاجراءات الاحترازيه. صدقوني كورونا ما تعرف تفرق بين احد ابدا. الى التغريده الرابعه من حساب عالم البحار. حساب عالم البحار في تويتر انا انصح الجميع صراحة بمتابعته، لأنه ينقل فيديوهات جميلة جدا عن عالم البحار والمحيطات، وممكن تلاقونها في هذا الحساب. التقطت الطائرة بدون طيار اللحظة بالضبط عندما يلعب الدلافين والحيتان لحظة سحرية. هذه اللحظة السحرية راح نشوفها مع بعض في عالم البحار والمحيطات، شيء عجيب جدا. كل يوم بنشوف فيه صراحة أمور رائعة زي هذه اللحظات اللي لعب فيها الدلافين مع الحيتان بكل حب. مخلوقات تعيش بأسلوبها الخاص تحت سطح الماء في عالم أكثر من رائع. ناخذ لحظة صمت ونحاول نسترخي في هذا المقطع الجميل، صراحة شيء جميل. إلى التغريدة الأخيرة اللي معانا اليوم من حساب الدكتور محمد الغامدي. علق تعليق جميل جدا على مقطع فيديو وكتب الرفق ترياق الأمل. راح نشوف مع بعض هذا الفيديو. طبعا تعليقه كان لهذه الصورة وفي هذه التغريدة وصف دقيق اللي قام فيه الدكتور لتطعيم طفل صغير، واختار أفضل الطرق حتى لا يشعر الطفل بألم الإبرة أثناء التطعيم. خلونا نشوف مع بعض هذا المقطع وارجع لكم. هو صراحة حسيت الطفل يقول في هذه اللقطة أنت خدعتني على فكرة. قاعد يلعب من أول وفجأة دخلت الإبرة. يعني صراحة ردة فعل الطفل كانت غريبة وجميلة في نفس الوقت بكل لطافة. حاول أنه يشغل ويلعب وبالنهاية انتهى، والحمد لله أنه ما بكي الطفل في النهاية. من أجمل المقاطع اللي موجودة معنا اليوم، وكذا انتهت تغريداتنا. ولكن مكملين معاكم، وبعد الفاصل شباب يؤسسون منصة لنشر ثقافة المهارات، انتظرونا.